كابتن بلال، الف الف مبروك. في السيناريو في الشوط الاول، سيناريو الشوط الثاني، تنبأت ان ممكن نتيجه تكون تقيله على بيراميدز لو النادي الاهلي لعب فعلا بنفس الاسلوب ده. بص يا كابتن، احنا دلوقتي مش هنقول هابي نيو يير، هنقول هابي نيو اهلي. ماتش حلو، تمشي تمشي يا كابتن شريف، تمشي عجباني. بدايه سنه حلوه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله الاهلي بالمكسب ده يعني اهدى كل الفرق مكانتها الطبيعيه. يعني عارف انت ساعات كده لما بتكسب بتحط يعني بتدي هديه لكل الفرق، بتقول له طب روح في مكانك الطبيعي وده كمان تروح في مكانه الطبيعي، ويبقى انت كده ايه حاططهم في الاماكن المعتادين عليها تاريخيا. تمام، ودي حاجه بتبقى جميله جدا من صاحب المركز الاول، انه دايما لما بيكسب تمام بيحط الامور في نصابها الطبيعي. الاهلي النهارده بالمكسب الحقيقه حط كل الفرق في مكانها الطبيعي. الاهلي بقى الاول على القمه. مباراه كان فيها تحديات كبيره جدا جدا جدا. تحديات كل الناس كانت منتظره وقوع الاهلي النهارده. كل المنافسين كانوا منتظرين وقوع الاهلي النهارده. تحديات كبيره جدا ومراهنات على النادي الاهلي، ولكن الاهلي دايما موجود في الميعاد، الاهلي دايما بروحه القتاليه العاليه، الاهلي دايما بالطموح الكبير اللي موجود عنده، الاهلي دايما في وقت الصعاب. وكلامنا قبل الاستوديو قلنا انك انت مميزات الاهلي طوال فتره طوال تاريخه الكبير انك لما يبقى عندك تحدي بتبقى قد التحدي. النهارده مباراه الحقيقه من وجهه نظري الشخصيه مباراه رائعه، يعني لما تيجي تدرس الماتش او تحلله بعد ثلاث اربع مباريات انت لعبتها بشكل يعني متوسط او اقل من المتوسط بعد التعادلات، تيجي تقول لما تلعب قدام فرقه زي بيراميدز، فرقه المفترض ان هي فرقه عندها سكواد كبير، فرقه كويسه، وتعمل معاهم الماتش ده، لا يبقى يعني انت في حته ثانيه مختلفه خالص. النهارده انت دوست على فرقه بيراميدز بشكل كبير جدا، النهارده انت حطيت فرقه بيراميدز في مكانها الطبيعي. النهارده نتيجه ثلاثه كان ممكن تخلص، المباراه كان ممكن تخلص خمسه وكان ممكن تخلص سته. الشوط الاول كانت المباراه رايحه جايه، ومع ذلك كان عندك هدفين محققين بنسبه 90% لتسجيل اهداف، كره حسين كره شادي حسين اللي من ناحيه اليمين، وكره برده شادي حسين اللي من ناحيه العاليه لعبها بدماغه جنب العارضه، كان ممكن يبقى فيها جول، كان ممكن تكسب تطلع اثنين بالعارضه والكره اللي انفرد بيها كان متاخر تطلع كسبان ثلاثه الشوط الاول. الشوط الثاني الحقيقه اصبحت هادي بشكل كويس، تملكت زمام الامور، سيطرت على نص الملعب، بتلعب قدام فرقه اصبحت عشوائيه لان انت اللي خليتها كده. انت اللي خليت فريق بيراميدز تلعب بعشوائيه الشوط الثاني، انت اللي خليت فريق بيراميدز يعني يتنازلوا عن الاماكن بتاعتهم، انت اللي خليت فريق بيراميدز المدير الفني المدير الفني يبقى مشتت مش عارف يعمل ايه. انت طبعا انت اللي عملت كده لان انت سيطرت الشوط الثاني، سجلت هدف ثاني مبكر برضو، هدف نتيجه برضو لان انت نظمت نفسك بشكل كويس، مفيش هجمات خطر على النادي الاهلي الشوط الثاني لحد ما انت ابتديت لحد ما سجلت الهدف الثاني. كان عندك فرصه ان تسجل الثالث والرابع والخامس، وسجلت الهدف الثالث، وكان عندك تسجل اكتر من فرصه لولا برضو ان انت خد بالك عادتنا مش هنشتريها تضيع الفرص. العاده بتاعت لعبتنا ان هي تضيع الفرص، لكن الحقيقه مباراه النهارده انا بعتبرها هي مباراه النقله بتاعت النادي الاهلي، خلاص اللي هتنقلك في حته ثانيه. النهارده لو هنتكلم على اداء اللاعبين يعني فرد انا برشح حاني ان هو يكون النهارده يعني بعد السولية او مع السولية ان هو يبقى مان اوف ذا ماتش. يعني السولية النهارده سجل هدفين، لكن هاني النهارده اداؤه رائع جدا 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 جدا، عوده رائعه جدا جدا. يعني لعيب زي هاني النهارده تاني مباراه على التوالي بيسجل بيلعب بشكل، خروج اللعيبه طبعا وفرحه جماهير النادي الاهلي، بص واصلين لحد الممر، يعني جماهير النادي الاهلي داخله معاهم على الممر نفسها تفرح مع اللعيبه. انا بقول لك الماتش ده يا كابتن ماتش تحدي، عارف تحدي ليه يا كابتن؟ مش عشان بتلعب بيراميدز، ما انت كسبت بيراميدز كده ثلاثه تمام، لسه كسبانهم ثلاثه برضه الماتش اللي قبل اللي فات اعتقد يعني تمام. لكن الماتش ده كل الناس كانت منتظره السلسله تكر تعادل، سلسله التعادلات، لكن انت ما بتحبش النادي طبعا او طبعا انا طبعًا. مش بتكلم على محب النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي، لكن بتكلمك على انك انت الناس كلها كانت منتظره ان الاهلي يقع النهارده. هو ده الوقوع، يعني لما تيجي تحسب سيناريوهات الطبيعيه بعد ماتشين تعادل هتقول ان الاهلي النهارده يتعادل، ده 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 اكثر يعني اكثر المتفائلين. أيوه. تمام، لكن انت النهارده بتتحدى كل الناس، بتتحدى نفسك طبعا. بادائك
بروحك القتاليه العاليه، وده اللي احنا اكدنا عليه النهارده قبل الماتش. قلنا النهارده المدير الفني هيحط الخطه، هيدي الميشنز للعيبه النهارده في الملعب، لكن النهارده الروح القتاليه عند مين؟ الاداء الجماعي النهارده عند مين؟ تمام؟ عند اللعيبه داخل الملعب. اللعيبه النهارده اصرار غير عادي، تمام؟ تحدي غير طبيعي. النهارده بيكسبوا وبيأدوا بشكل كويس، منظمين حتى بعد المكسب. صحيح. خد بالك، ودي اهم ما ميز النادي الاهلي النهارده في المباراه، انك انت بعد ما سجلت الهدف الثاني برضو انت الاكثر تنظيما في الملعب. صح. خد بالك، مفيش العشوائي، مفيش التشتيت، مفيش الخروج عن النص، مفيش الخروج عن المألوف. خد بالك، برضو استبقيت نفسك منظم داخل الملعب، روحك القتاليه برضو فضلت شغاله النهارده. لو انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بس فرقه النادي الاهلي احنا طيبين شويه، يعني مؤدبين، مش طيبين، مؤدبين بلغه الكوره. بص، يعني اخر لقطه في الشوط الاولاني كان في لقطه لرمضان صبحي لما دخل في ياسر، دي طرد ملهاش حل. بص، الحكم هيتكلم يعني عليه كابتن ناصر عباس. يعني بس هو الحكم طلع ناصر راح مصفر على طول. انا مش هتكلم عن، ولكن ما خدناش حقنا كامل. خلي بالك، انا مش هتكلم على التحكيم، اتكلم على شوفها مع كابتن ناصر ان شاء الله. انا خليني في الفنيات. ماشي، خليني النهارده في اللي انا في اللي عمله النادي النهارده، النادي الاهلي النهارده مع بيراميدز 3-0. صحيح، 3 4 اهداف ضايعين، يعني قتال في الملعب، كل يعني عندك تحديات كبيره جدا، كل يعني معظم الكرات المشتركه لعيبه النادي الاهلي النهارده، يعني بيراميدز راح الجول، راح بقى كرة او اتنين اعتقد، في كورتين كانوا ده وضع طبيعي يعني، وده عادي في كره القدم. مش هتسيطر ال 90 دقيقه وانت بتلعب فرقه برضو طبعا. يعني ثالث او رابع اعتقد، يا رابع او خامس الدوري اعتقد، فرقه بيراميدز. انت عشان كمان تاخد دوري وبطوله، لا الامر صعب جدا. مش اي حد يا جماعه يقول لك انا عايز اخد بطوله، مش اي حد يقول لك انا النادي الاهلي، مش اي حد يقول لك انا هكسب دوري عام، لا مش اي حد يعمل كده. الدوري العام ده له ناس. بس انت قلت حاجه في بدايه الاستوديو، ان ماتش النهارده لو النادي الاهلي كسب هتبقى انطلاقه قطار الاهلي. طبيعي، محدش هيقدر يوقف قطار النادي الاهلي عكس. لا القطارات الثانيه خد بالك ممكن يكون البنزين، ما اعرفش هي بتمشي بالبنزين ولا ما اعرفش بتمشي بيه والله. بتمشي بالكهرباء يا كابتن دلوقتي؟ الكهرباء قطع على حسب نوع القطر. بتقطع في بعض الاوقات على حسب نوع القطر. على حسب نوع. احنا متعودين الاسباني بيمشي بالكهرباء. انت قطارك موصول الحمد لله، من اول المحطه لاخر المحطه. بس دي انطلاقه هايله للنادي الاهلي ان شاء الله، لابد من استغلالها للمباريات اللي جايه. شوف يعني انت استرجعت القمه. صح، استرجعتها. خد بالك من استرجعت مزبوط. القمه دي لان مزبوط. انت صاحب القمه، انت النادي الاهلي بطل الدوري لسنوات طائله. ممكن في السكه كده يعني ايه، يعني تدي فرصه للباقيين على التنافس، ولكن يبقى الدوري الاهلي هو لقب الدوري العام، هو بطوله الاهلي المفضله طبعا. يبقى رقم واحد، هو الرقم التاريخي للنادي الاهلي. رقم اثنين اصحابهم عارفين، هم عارفين، وانت النهارده هديتهم يعني اديتهم يعني امنيتهم الطبيعيه اللي هو رقم اثنين، تدي رقم الطبيعي بتاعه. النهارده برضو عايز اقول لك انك انت عشان تكسب النادي الاهلي في ظروف صعبه، تمام، ده تحدي كبير مش اي حد يعمله. صحيح، يعني انت ظروفك صعبه، يعني مش ظروفك انت صعبه كنادي اهلي، قصدي الظروف اللي بتمر بيها من اصابات وايقافات ولاعيبه مش موجوده ومدير فني بيغير في لعيبه وانت عندك تجديدات وعندك حاجه كتيره جدا، الامر صعب جدا. فكون ان انت عايز تكسب الاهلي برضو، على فكره الامر صعب جدا، مش سهل، مش سهل تكسب النادي الاهلي في اي وقت، مش سهل، استحاله.